بسم الله الرحمن الرحيم. هلا ان شاء الله رح نبلش بثاني لاب من لابات الموليكيولر اللي هو البوليميريز تشين رياكشن او اللي هو البي سي ار. هذا اللاب رح يكون ان شاء الله للدكتوره هبه. زي ما انتم عارفين الدكتوره هبه مش بحاجه لريكورد ولا بحاجه لتبييض، محاضراتها ولاباتها ان شاء الله كتير سهلين، والاسئله عليهم رح تكون ان شاء الله مباشره ومن السلايد حرفي يعني ان شاء الله. طيب بوليميريز تشين رياكشن كونتنتس، شو المكونات او شو يعني احنا الـ الاشياء اللي رح نتكلم عنها في هذا السلايد. اول شيء اللي هي رح نتحدث عن بوليميريز تشين رياكشن اللي هم عباره عن introduction، شو معنى كلمه بوليميريز تشين رياكشن. بعدين رح نحكي على الرياكشن كومبوننتس، شو هم المكونات اللي انا بستخدمها في هذا التفاعل. steps that are involved، شو هي الخطوات اللي رح اقوم بعملها من اجل اني اعمل بوليميريز تشين رياكشن صحيح. وفي عندنا اللي هي factors for optimal PCR، يعني شو هي العوامل اللي أنا ممكن إني أنا أوفرها في المختبر خلال عملية PCR عشان أخلي الوضع مثالي، تمام، بحيث إنه أنا أنتج أكبر كمية ممكنة من الدي إن إيه. يعني كل ما كانت الفاكتورز للPCR are optimal، أكتر شيء مناسب أكتر شيء ملائم، كل ما زادت في عندي أنا البرودكت تبع اللي هو البي سي آر which is the DNA or the amplified DNA fragments. okay البي سي آر applications، شو هم التطبيقات بي سي آر modifications. في ممكن أنا هذا البي سي آر ال known one، okay البيسك بي سي آر، وفي عنا modified types of بي سي آر، بنغير من البيسك بي سي آر، بنغير فيه كم من شغلة بتحول عنا لإيش لmodified بي سي آر. ورح نتحدث كمان على اللي هم الـ advantages of the PCR بالإضافة what are the limitations of the polymerase chain reaction. رح نبلش في أول component اللي هو رح نتحدث بشكل عام عن الـ PCR. PCR is an exponentially progressing synthesis to generate large quantities of the defined target DNA sequences in vitro. هذا الكلام أو هذا أول سطرين معناه إنه الـ PCR هو عبارة عن test أو هو عبارة عن a specific procedure، يعني عملية معينة من خلالها أنا بعمل كميات كبيرة جدا من الـ DNA. هاي الكميات الـ DNA شو مالها بتكون مضاعفة من الكمية الأصلية، يعني بما معناه إنه فرضاً أنا دخلت 5 مايكروغرام من الـ DNA وأنا حصلت على 5 مايكروغرام من الـ DNA. هدول 5 مايكروغرام إذا أنا بدي أعملهم PCR ممكن يوصلوا عندي لمليون مايكروغرام مثلاً، تمام؟ فأنا الكمية اللي أنا باخدها من الـ PCR هي أضعاف مضاعفة من الكمية الأصلية. فـ PCR is an exponentially progressing synthesis، يعني هي عبارة عن عملية بتكون يعني بتزيد وبتتقدم مع مرور الزمن، بحيث إنه كل ما زادت عدد الوقت اللي أنا بعمل فيه PCR كل ما زاد عدد المرات اللي بعمل فيها PCR على العينة الابتدائية بزداد في عندي هناك كمية الـ DNA المتكونة to generate large quantities of the defined target DNA sequence. أكيد رح يكون في عنا هناك اللي هي العينة الأساسية اللي أنا اللي بدي أعملها PCR، هاي أنا رح أعملها إيش اللي هي amplification بحيث إني أنا أكون large quantities منها. طبعاً in vitro معناها في المختبر، يعني أنا بعمل هاي العملية في test tubes، أوكي؟ ما بعملها داخل خلايا، على عكس الكلونينج. هاي الفرق بين البي سي ار والكلونينج. البي سي ار انا باخذ الدي ان اي ذا تارجت دي ان اي بحطه داخل تيست تيوب، وطبعا بنعمل الخطوات اللي هلا راح احكي لكم عنها كمان شوي اللي هي خطوات البي سي ار، بيطلع عندنا بالاخير امبليفايد دي ان اي اللي هي انا البرودكت اللي انا بدي اياه، اوكي. وهي العمليه بتكون ان فيترو. شو يعني ان فيترو؟ يعني خارج كائنات حيه، انا زي ما حكيت لكم انه احنا بنعملها في تيست تيوب. هلا الكلونينج مو هيك. تتذكروا لما حكينا انه البكتيريا بناخذ منها بلازمد، والبلازمد بنقصه وبندخل عليه جين معين وبنخلي بعدين يجي هناك انزيم يربط بين الجين هذا التارجت جين وبين البلازمد، وبرجع البلازمد لوين؟ للبكتيريا. والبكتيريا بدها تصير تتكاثر، كل ما تكاثرت البكتيريا اكثر كل ما صار تضاعف لايش؟ للتارجت دي ان اي سيكونس. حلو. هاي العملية بسميها in vivo process or in vivo procedure. ليه؟ لأنه هي أنا عملتها داخل كائن حي. الكائن الحي في هاي العملية هو مين؟ هو البكتيريا، على عكس الـ PCR لا بستخدم بكتيريا ولا بستخدم فيروس ولا بستخدم غيره، بعملها في test tube. أوكي؟
It was invented in the 1983 by Dr. Carey Mullis, for which he received the Nobel Prize in Chemistry in 1993. يعني هي تم اختراعها عن طريق العالم كاري موليس عام 1983، وعام 1993 أخذ جائزة نوبل في الكيمياء عن هذا الاختراع اللي هو البي سي آر. البي سي آر هي اختصار لبوليميريز تشين رياكشن. Why it is called polymerase? It is called polymerase because the only enzyme that is used in this reaction is the DNA polymerase. يعني الإنزيم الوحيد اللي أنا بستخدمه في هاي العملية هو عبارة عن DNA polymerase. فعشان هيك أنا بحط إيش polymerase أول مقطع. Chain. It is called chain because the products of the first reaction become substrates of the following one and so on. يعني أنا مثلا عندي خطوة 1 2 3 4، تمام؟ خطوة 1 أنا بلشت فيها بإشي ابتدائي، طلع لي منتج ناتج من خطوة 1، أوكي؟ ناتج خطوة 1 بستخدمه في خطوة 2 على إنه منتج ابتدائي، تمام؟ وخطوة 2 هذا المنتج الابتدائي بتعمل منه product، هذا البرودكت بستخدمه في خطوة 3 على إنه إيش؟ على إنه substrate مش على أساس إنه product. خطوة 3 تعطيني product، البرودكت تبع خطوة 3 بيكون عبارة عن substrate تبع خطوة 4، البرودكت تبع خطوة 4 بيكون substrate تبع خطوة 5 وهكذا، تمام؟ فعشان هيك أنا بسميها chain لأنها بتكون زي إيش؟ زي السلسلة، كل خطوة معتمدة على البرودكت تبع مين؟ تبع الخطوة اللي قبلها. فpolymerase because the only enzyme that is used in this process is the DNA polymerase. Chain because every step it depends on the previous one. Okay. كيف يعني؟ يعني إنه the substrate of a following step is the product of a specific step is the substrate of the following one. Okay. PCR targets and amplifies a specific region of a DNA strand. إحنا يعني ما بنعمل amplification لكل DNA، لا specific DNA strand specific region. Okay. بسميه اللي هو target DNA region، هو اللي بعمله عملية مين؟ عملية amplification. Oftenly, only a small amount of DNA is available. A drop of blood, single hair, vaginal swab, seminal drop, etc. يعني في معظم الأحيان بيكون في عندي ال DNA المتوفر هو موجود في كمية صغيرة. يعني بيكون مثلا أنا فرضا خلينا نحكي بالفورنسيك ميديسن، بالفورنسيك ميديسن ما رح ألاقي أنا والله لتر دم على الأرض، رح ألاقي قطرة دم واحدة ممكن. هلا انا هاي قطره الدم ممكن اطلع منها 1 مايكروغرام من الدي ان اي، هذا الواحد مايكروغرام بنفعش اعمل فيه ولا إشي بعد ما اعمل له اكستراكشن، قبل ما اعمل له امبليفيكيشن. اذا ما عملت له امبليفيكيشن ما بنفع اشتغل عليه، لازم يكون في عندي موجود بكميات كبيره، تمام؟ فالفكره انه only small amount of DNA is available، فعشان هيك انا بستخدم الدي ان اي عشان اعمل ايش؟ عشان اعمل تضعيف لهذا الاماونت اوف دي ان اي بحيث انه it becomes useful. بهاي الكمية الصغيرة it's not useful، يعني useful بدرجة صغيرة جدا جدا. Okay. Two methods currently exist for amplifying the DNA or making copies. We have cloning which takes a long time for enough clones to reach maturity or maturity. PCR works on even a single molecule quickly. يعني الكلونينج زي ما حكيت لكم بيستخدم بيحتاج لوقت طويل، اوكي، قبل ما الكلونز ريتش ذير ماتوريتي يصيروا ماتشور. اوكي، يعني شوفوا هلا البكتيريا عشان تيجي بدها تنقسم، هلا بتنقسم وبتتكاثر، اوكي، بعدين بتكون في عندنا بكتيريا صغيره، هاي البكتيريا الصغيره بتبلش تكبر 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 قبل ما توصل لمرحله تتكاثر فيها وهكذا، صح؟ هيك البكتيريا بتتكاثر. هسا الفكرة إنه أنا بحاجة لوقت طويل، مش طويل يعني طويل يعني طويل بمعنى طويل، أطول، أوكي، longer time من الـ PCR، لأن أنا لازم أستنى الوقت عبال ما تتكاثر هدول البكتيريا، أوكي؟ فIt takes a long time for enough clones to reach their maturity. والـ PCR works on even a single molecule quickly. يعني ممكن يكون في عندي أنا هناك single DNA molecule، يعني أنا في عندي هذا الستراند من الـ DNA ما عندي غيره، ممكن يكون وزنه 0.1 مايكروغرام أو 0.1 نانوغرام، لهالدرجة ممكن يكون الكمية اللي أنا حصلت عليها تكون جدا صغيرة، أوكي؟ ومع هيك بقدر أني باستخدام الـ PCR هاي الكمية الصغيرة أحولها لكمية كتير كبيرة، وأزيدكم للشعر بيت بطريقة أسرع أو بوقت أقل من الكلونينج.
يعني الكلونينج اوريدي بحاجه لكميه ومقدار معين وبحتاج لوقت اطول، اما البي سي ار ممكن انا استخدم شيء صغير 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 ومع هيك يكون شماله اسرع من الكلونينج، تمام، ويعطيني كميه كتير كبيره من الدي ان اي. اوكي، ذا رياكشن كومبوننت، شو هي المكونات اللي انا بحاجه لها عشان اعمل عمليه اللي هي البوليميريز تشين رياكشن؟ اول شيء اكيد لازم احتاج او انا بحاجه للتارجت دي ان اي، يعني انا شو هو السيكونس انا بدي اعمل له امبليفيكيشن، شو هو الدي ان اي اللي انا بدي اضعفه اللي انا بدي اكثره، فلازم انا بحاجه لهذا للتارجت الدي ان اي، وانا بحاجه لبير اوف برايمرز، يعني لازم يكون في عندي هناك برايمرز. اوكي، شو يعني كلمه برايمرز؟ هم عباره عن اوليجو نيوكليوتايدز ذات ديفاين ذا سيكونس تو بي امبليفايد. يعني اول شيء انا بحاجه اذا للتارجت دي ان اي وبحاجه ل pair of primers، يعني بحاجة لـ two primers. شو يعني كلمة primer؟ primer هو عبارة عن oligonucleotides، يعني تقريبا عدد النيوكليوتايد فيه خلينا نحكي أقل من 10، أوكي؟ oligonucleotide أو عدد صغير من النيوكليوتايدز that define the sequence to be amplified. هدول الـ primers بس يرتبطوا في مكان معين، تمام؟ هم اللي بيحددوا وين المكان اللي رح يصير فيه الامبليفيكيشن او شو هو الدي ان اي سيكونس اللي رح يصير فيه امبليفيكيشن. شو معنى هذا الكلام؟ طيب اول اشي فرضا انه انا رح هذا هو الدي ان اي، هلا انا مش رح اشرح شو هي الخطوات بس عشان افهمكم انه ليش حكينا انه البرايمرز هم اللي بيحددوا المكان اللي رح يصير له عمليه امبليفيكيشن. هاي انا في عندي هون سنجل ستراند اوف دي ان اي وفي عندي سنجل ستراند اوف دي ان اي، انا حكيت انه انا بحاجه ل pair of primers، يعني هاي برايمر وهذا برايمر تاني، اوكي، يعني في اي هاف تو برايمرز. شوفوا لو البرايمر هاد ارتبط هون هذا السيكونس هو اللي راح يصير له عمليه الامبليفيكيشن. طيب لو هذا البرايمر ارتبط هون بس هذا السيكونس راح يصير له عمليه امبليفيكيشن، فبالتالي محل ارتباط البرايمر بالسنجل ستراند الدي ان اي هو اللي بيحدد شو هو الـ part of that single stranded DNA that will be amplified، تمام؟ شو هو محل ارتباط الـ primer في الـ single stranded DNA هو اللي بيحدد شو هو الجزء من الـ DNA اللي رح يصير له عملية الـ amplification أو رح يصير له عملية المضاعفة، أوكي؟ فعشان هيك إحنا حكينا إنه الـ primers are the one or are the components that determine which part of the DNA will be amplified. رقم ثلاثة or the third component عندنا إياها اللي هو thermostable DNA polymerase. أكيد أنا بحاجة إحنا حكينا إنه إحنا سميناه polymerase chain reaction لأنه the only enzyme that is used in this process is the DNA polymerase. أوكي، فأكيد أنا بحاجة لهذا DNA polymerase. شوفوا وظيفة أي polymerase معناته enzyme، حلو، وظيفة أي إنزيم إنه يعمل catalyzing لspecific reaction. فDNA polymerase is an enzyme that catalyzes the reaction. حلو؟ شو معنى كلمة thermostable؟ رح تشوفوا بالخطوات اللي رح نحكيها كمان شوي اللي هي خطوات الـ PCR إنه at some point أنا رح أصير أعمل زيادة أو تنقيس لدرجة الحرارة. إحنا بنعرف إنه الإنزيمز they are affected by the temperature. يعني they have an optimum temperature and they have an optimal what pH وغيره. كثير من العوامل بتأثر على اللي هي الإنزيمز. حلو؟ هذا البوليميريز الاشي اللي بيميزه انه هو ثيرموستيبل، يعني مستقر حراريا، يعني شو ما تزيد درجة الحرارة بشكل كبير او تقل درجة الحرارة بشكل كبير بصير لهش عملية ديناتشوريشن in a fast way، يعني بتحمل التغيرات في درجات الحرارة، هاي معنى ثيرموستيبل. في عنا كمان اللي هي اللي هم اكيد انا بحاجه لا اللي هي deoxynucleotides triphosphates. شو يعني deoxynucleotides triphosphates؟ هم عباره عن النيوكليوتايدز اللي بيحتوي على ثلاث مجموعات فوسفيت، هذا معناه انه هم ايش مش مرتبطين، يعني مش مرتبطين في الـ في الـ في الدي ان اي ستراند، هم هيك لحالهم، تمام، هم عباره زي ما احنا بنعرف اللي هي شو اسمها النيوكليوتايدز هذول هم عبارة عن أربعة I have A, G, C, T أدينوزين جوانين سيتوسين أنثيامين. حلو، هذول لازم بحاجة إلهم في المحلول لأنه أنا بستخدمهم as building blocks. شو يعني building blocks؟ لما نحكي على الـ reaction steps رح نعرف شو معناها. أوكي، buffer solution maintains the pH and ionic strength of the reaction solution suitable for the activity of the enzyme. زي ما حكيت لكم إنه الإنزيم يعني بيكون بيشتغل أقصى ما يمكن على الأوبتيمم تمبريتشر تبعته والأوبتيمم pH تبعته. أوكي، فأنا عشان أحافظ على الـ pH
at the range okay that is the most suitable for the DNA polymerase انا بستخدم البفر سوليوشن تمام فهو بيحافظ على البي اتش والايونيك سترينث عشان يضل الاكتيفيتي اوف ذا انزيم ات اتس هاي ات يعني ات اتس هايست يعني اعلى ما يمكن اوكي اوكي ام جي 2 بلس از ا كوفاكتور فور اوف ذا انزيم هذا السؤال اجى في امتحان ال استنوا اتذكر كأنه بالفاينل أجا إنه شو هو الكوفاكتور of the DNA polymerase in the polymerase chain reaction هو الMG2 plus أو اللي هو أيون المغنيسيوم هو عبارة عن الكوفاكتور of the enzyme يعني الإنزيم بحاجة لوجود المغنيسيوم بحاجة لوجود المغنيسيوم في هذا المحلول عشان إيش إنه هو يقوم بعمله طيب هلا رح نحكي على اللي هي الستبس اول ستيب رح يصير فينا اللي هي denaturation the reaction mixture is heated to a temperature between 90 and 98 celsius so that the double stranded dna is denatured in single strands by disrupting the hydrogen bonds between the complementary bases اول شيء احنا رح نطلع هون حطينا المكونات وبعدنا ما رفعنا درجه الحراره ولا عملنا شيء تمام زي ما انتم شايفين رح يكون في عندي انا هون اللي هو التارجت الدي ان اي in the form of double stranded dna هلا عشان انا افصلهم عن بعض لانه اصلا حتى داخل الخلايا ما بتصير عمليه الريبليكيشن الا لما يصير عمليه فصل للدبل ستراند دي ان اي انتو تو سنجل ستراند دي ان اي صح ولا لا انتو تو سنجل ستراندز اوف ذا دي ان اي تمام هون نفس الشيء بالبي سي ار انا بحاجه الى اني افصل هذا الدي ان اي دبل ستراندز انتو تو سنجل ستراندز كيف بعمل هذا الحكي عن طريق اني انا برفع درجه الحراره برفع درجه الحراره تقريبا بين 90 و 98 درجات حراره عاليه جدا هذا راح يؤدي الى انه او مش عاليه جدا يعني درجه حراره عاليه تمام راح يصير في عندي يؤدي الى انه الروابط الهيدروجينيه الموجوده بين البيسز هذولا بين كل ستراند هون في روابط هيدروجينيه هيها بين الاخضر والاحمر مثلا هون او هذا ازرق بين الازرق والاحمر الموجود عندنا هون في رابطه هيدروجينيه ارتفاع درجه الحراره راح يؤدي الى انه تنكسر هاي الروابط الهيدروجينيه وينفصلوا التو ستراندز عن بعض تمام يبطلوا 1 دبل ستراند دي ان اي يصيروا 2 سنجل ستراند دي ان اي اوكي فهاي اللي هي تاثير الحراره ولما تنكسر الروابط زي ما انتم شايفين راح ينبعدوا عن بعض لانه راح تنكسر الروابط الهيدروجينيه الموجوده بيناتهم duration of the step is from 1 to 2 minutes يعني تقريبا طول هاي زي ما تشوفين هاي رفع درجة الحرارة ل 94 احنا حكينا انه الرينج بين 90 و 98 ف 94 مقبول 95 مقبول 97 مقبول اوكي بترتفع درجة الحرارة وبتنكسر الروابط وهي الخطوة بسميها denaturation step الخطوة الثانية عندنا اياها اللي هي خطوة الانيلينج اوكي temperature of the reaction mixture is cooled to 45 to 60 Celsius. Primers are jiggling around and base pair with the sequence in the DNA. Hydrogen bonds reform. Annealing is a fancy word for renaturation. شوفوا المختصر المفيد إنه مش إحنا رفعنا درجة الحرارة عشان ينفصلوا هدول two DNA strands عن بعض وتنكسر الروابط الهيدروجينية بيناتهم أنا بخفض درجة الحرارة لتقريبا تصير بين 45 و60 درجة بحيث إنه البرايمرز اللي أنا دخلتهم مش حكينا إنه لازم يكون في عنا هناك pairs of primers هاي في عنا هون هاي pair وهاي pair وهاي pair يعني أنا في عندي primers حلو بخفض درجة الحرارة بحيث إنه هدول البرايمرز اللي أنا موجودين عندي في الميكسشر يروحوا يكونوا روابط هيدروجينية مع each single strand alone فهاي بتكون مع هاد وهاي بتكون مع هاد وبتصير عملية الارتباط بيناتهم اوكي وبصير عملية تكون روابط هيدروجينية بين البرايمر وبين السنجل ستراند دي ان اي عملية الانيلينج هي نفسها كلمة ريناتشوريشن لانه احنا حكينا انه الخطوة الاولى دي ناتشوريشن هي عملية الفصل الخطوة الثانية هي عملية التجميع او عملية الساق خلينا نحكي بسميها ريناتشوريشن او بسميها عملية الانيلينج الخطوة الثالثة اللي هي عبارة عن خطوة الاكستنشن هلا the temperature is now shifted to 72 Celsius which is ideal for the polymerase يعني احنا بعد ما نزلناها لتقريبا يعني الماكسيمم تبعها كان 60 راح ارفعها لتقريبا 72 ال 72 هي عباره عن الايديال تمبرتشر للبوليميريز او الدي ان اي بوليميريز انه يقوم بشغله هلا البرايمرز they are extended by joining the bases complementary to the DNA strand هاي في عندك البرايمر بيجي في عندنا الدي ان اي بوليميريز بيرتبط بالبرايمر وبيروح بيشتغل عندنا مع
من 5 فتحة ل 3 فتحة إنه بيقوم بإيش؟ بإنه يضيف اللي هي من 5 برايم ل 3 برايم، إنه بيقوم بإضافة مين؟ بيقوم بإضافة اللي هي الـ complementary DNA strand، ما هو من 5 برايم وبيروح لعنا لاتجاه الـ 3 برايم، وبيضيف عنا مين؟ اللي هي الـ complementary DNA bases، أوكي؟ فهاي العملية إنها التطويل هذا بسميها عملية الإكستنشن. كيف بيحطوا إكستنشنز للشعر فبيحولوها من قصيرة لطويلة؟ نفس الشيء هون بصير عملية إكستنشن، إكستنشن عفوا لا اللي هي البرايمر، بحيث إني بطول طول البرايمر عن طريق إني أنا بضيف بيسز، فبصير في عنا أنا هيش هيك إيش، بصير في عنا newly synthesized strand، بصير في عندي أنا strand كونت حديثا أنا هلا عم بكون فيها. أو ممكن أسميه elongation، elongation أو extension. Step continues where the polymerase adds the DNTPs from the 5 prime to the 3 prime. حلو؟ Reading the template from the 3 prime to 5 prime. يعني اللي أنا عم بكونها بتتكون من جهة ال 5 prime ل 3 prime. ولكن بالنسبة لل DNA template فأنا عادي عم بكون من وين؟ من 3 prime ل 5 prime. أوكي؟ حسب أنا بسأل على template ولا بسأل بشكل عام. Are added complementary to the template. Now, first cycle is over and the next cycle is continued as PCR machine is automated. Thermocycler, the same cycle is repeated up to 30 to 40 times. يعني هاي العملية اللي هي إنه ال denaturation, renaturation والextension ما بتصير مرة، لأنه لو صارت مرة فأنا بتكون في عندي من واحد DNA double stranded DNA بتكون في عندي 2 double stranded DNA. أنا ما عملت amplification بكمية كبيرة، فعشان أعمل amplification بكمية كبيرة بصير هذا العملية أنا بكررها تقريبا من 30 ل 40 مرة، بحيث إنه تزداد اللي هي كمية الـ DNA المكونة عندي، كمية الـ amplified DNA المكونة عندي. هون نفس الحكي اللي أنا حكيته، أوكي؟ طيب هون اختصار خلينا نحكي اللي هي يعني تلخيص. Denaturation تقريبا درجة الحرارة 94، احنا حكينا بين 90 و 98 بتخيل. من 1 to 2 minutes the DNA denatured into single strands. Annealing بين ال 34 و 72، طبعا الارقام هون تختلف عن الارقام هناك. 30 second to 2 minutes، مش عارف شو احكي لكم بس احفظوا الرقمين يعني. The primers hybridize or anneal to their complementary sequences on either side of the target sequence. Okay. The extension at 72 Celsius. طبعا هاي ممكن تيجي سؤال إنه the optimum temperature or the ideal temperature for the DNA polymerase is 72 Celsius. طبعا هاي درجة الحرارة بخليها من دقيقة ونص لثلاث دقائق. Polymerase binds and extends a complementary DNA strand from each primer. طيب detection of the amplification products. جل إلكتروفوريسيس، سيكونسينج اوف امبليفايد فراجمنت. ممكن اعمل اللي هي سذرن بلوت. سذرن بلوت شرحت انا بالجينيتك تيستينج بتخيل المحاضره الدكتوره ايمان اللي ما بعرف شو هي الجل إلكتروفوريسيس، شرحنا عنها شوي مفصل اكثر في اللاب تبع الدكتوره نسرين. والسيكونسينج اوف ذا امبليفايد فراجمنت او اللي هي الدي ان اي سيكونسينج ايضا احنا حكينا عنها في محاضره الجينيتك تيستينج للدكتوره ايمان. هدول الثلاث طرق انا بستخدمهم، هي من الطرق اللي انا ممكن انا استخدمها عشان اعمل ديتكشن للامبليفيكيشن برودكتس او للنتائج عمليه الامبليفيكيشن. طيب فاكتورز فور اوبتيمال بي سي ار. واحد اول شيء رح نحكي على اللي هي شو هي الكونديشنز اللي من خلالها انا بكون عندي هناك اوبتيمال بي سي ار، ايديال بي سي ار. اول شيء اشياء متعلقه باللي هي البرايمرز. اول شيء they should be correctly designed pair of primers to avoid mispairing. يعني السيكونس should be unique، يعني انه البرايمر ما انه يكون السيكونس تبعه يونيك او يكون رير او يكون مش يعني يكون يونيك، يعني يكون فريد من نوعه، بحيث انه ما يكون على نفس الستراند له اكثر من موقع للارتباط. تمام؟ يعني مش انه يكون مثلا والله انا هذا التارجت دي ان اي تبعي فيه كتير سيكونس مثلا اي اي تي، فانا والله اروح اعمل البرايمر تبعي تي تي اي، فهو ممكن يرتبط في اكثر من مكان على الستراند اوف ذات دي ان اي. تمام؟ فعشان هيك بحكي انه سيكونس اوف ذات برايمر شود بي يونيك. برايمر دايمر هير بين فورميشن شود بي بريفنتد، يعني انه يمنع عمليه انه هلا لما نعمل عمليه الانيلينج ممكن انه يعني يعني هذا إشي كتير سيء وإحنا ما بدنا يصير، بس ممكن إنه يصير إنه بدل ما البرايمرز يرتبطوا مع سينجل ستانز أو الدي إن إيه يروحوا يرتبطوا ببعض ويكونوا لي إشي أنا بسميه البرايمر دايمر أو اللي هو بسميه الهير بين.
فورميشن. فهذا انا لازم احاول قد ما اقدر اني انا امنع انه هو يصير. اوكي التمبريتشر شود بي نوت مور ذان 60 ديجريز يوز ذا بروبر انيلينج تمبريتشر اني انا يعني انتبه على درجات الحراره انه انا مثلا حكيت انه الانيلينج لازم يكون درجه الحراره كذا فلازم استخدم كذا عملت الاكستنشن لازم يكون درجه الحراره كذا فلازم انتبه انه تكون درجه الحراره كذا تمام اني انا اي يوز ذا بروبر تمبريتشر. GC content should be in the range of 40 to 60% of the optimum PCR for the optimum PCR efficiency. عشان يكون في عندي أنا هناك optimum PCR efficiency يكون ال PCR فعال بدرجة كبيرة كتير. GC content يعني كمية الجوانين والسيتوسين in the primer لازم يتراوح من 40 لـ 60% من البيسز الموجودين بالبرايمر. يعني من 40 لـ 60% من البيسز الموجودين في البرايمر لازم يكونوا يا إما جوانين يا إما سيتوسين. تمام عشان نوصل احنا لايش للاوبتيمم بي سي ار افيشنسي. برايمرز شود اند ان 3 برايم ان ا جي اور سي اور سي جي اور جي سي تو انكريز ذا افيشنسي اوف برايمينج. عشان ازيد كمان نفس الشيء فعاليه ارتباط البرايمر ال 3 برايم ان تبعت البرايمر لازم تكون تنتهي بجوانين او سيتوسين او سيتوسين جوانين او جوانين سيتوسين. وكل ما كان هيك بال 3 برايم ان بيكون عندنا هناك efficiency عالية بالنسبة لعملية البرايمينج. Primers should flank the sequence of interest. يعني لازم إنه هم إيش يحوطوا sequence of interest. يعني يكونوا موجودين في مكان sequence of interest كامل يتم عملية ال شو اسمها إنه تكوين strand مقابله. تمام يعني انا في عندي هذا سبيسيفيك دي ان اي سيكونس لازم البرايمر يرتبط على الدي ان اي ات ا بليس بحيث انه السبيسيفيك دي ان اي سيكونس اللي انا بدي اياه انه يصير لعمليه الامبليفيكيشن ينقرا كامل بشكل كامل. اوكي فذي شود فلانك او يحوطوا بهذا السيكونس اوف انترست. برايمرز ذات ماتش مالتيبل سيكونسز ويل جيف مالتيبل برودكتس. اكيد انه راح يكون في عندي انا هناك مس برايمينج. ممكن يصير عندي هناك مس برايمينج. ممكن انه البرايمر هذا يرتبط في اكثر من مكان كل مرة. مش احنا حكينا انه بنعيد البي سي ار من 40 ل 60 مره. في حال كان البرايمر ممكن يرتبط باكثر من مكان على الدي ان اي ستراند. تمام كل مره بيرتبط فيها راح يتكون في عندنا هناك سبيسيفيك برودكت. تمام فالبرايمرز لازم انه يكون عندهم ايش only one match or they should match only one sequence مش multiple sequences. There should be no policy or policy structures that can promote non-specific annealing. يعني ما يكون مثلا عندي على primer g g g g g g g a t t whatever أو ممكن أو يصير عندي c c c c c a t c c c c هيك. هاي معنى policy أو policy إنه يكون في عندي a lot of guanine nucleotide sequence. تمام او a lot of cytosine يكونوا in a row يعني بسطر واحد او بخط واحد. ليه؟ لانه ممكن انهم يؤدوا انه يصير في عندي هناك non specific annealing. اوكي هاي بالنسبه للي هي البرايمرز. Use hot start, prepare the reaction mixes on ice and place in a preheated cycler or use a sequestered enzyme that requires an initial heat activation. هاي المعلومة جدا مش جدا مهمة بس انه اللي بيجي يحكي انه انا الرياكشن ميكس لازم اعمله على ice لازم اعمله على ثلج. اوكي بعدين بحطها داخل preheated cycler او بستخدم ايش sequestered enzyme. هذا اللي sequestered enzyme requires an initial heat activation. يعني معلومة مش جدا مهمة بس اعرفوها انتو. اوكي رقم 2 بالنسبة للDNA polymerase احنا حكينا انه هو thermos aquaticus its optimum temperature is 72 celsius. TAC polymerase is heat resistant. It lacks a proof reading exonuclease activity. شو معنى هذا الكلام؟ الثيرموس اكواتيكاس هي عبارة عن البكتيريا. شوفوا في عنا احنا الدي ان اي بوليميريز اللي احنا صلنا نص ساعة عم نحكي عنه. الدي ان اي بوليميريز هاد انا باخده اصلا جاهز من بكتيريا معينة بعمل له اكستراكشن من بكتيريا معينة. اوكي هاي البكتيريا بسميها ثيرموس اكواتيكاس. هي غالبا بتعيش بالينابيع الحارة وهيك فعشان هيك اسمها اكواتيكاس. اوكي الاوبتيمم تمبريتشر حكيناها هي عبارة عن 72 سيلسيوس.
الاسم البوليميريز غير انه اسمه دي ان اي بوليميريز، اسمه ايضا الاخر هو تاك بوليميريز. فتاك بوليميريز او دي ان اي بوليميريز نفس الشيء، از هيت ريزيستنت او زي ما حكينا اللي هو ثيرمو ستيبل. ات لاكس بروف ريدنج اكزونيوكليز اكتيفيتي، زي ما ذكروا حكينا على اللي هو البروف ريدنج اكزونيوكليز، عفوا بروف ريدنج اكزونيوكليز اكتيفيتي الموجود عندي في السيل اللي انا بستخدمها لما اجي بدي اعالج هناك سبيسيفيك شو اسمها damages that occur during the replication process. هذا الدي ان اي بوليميريز lacks this activity، يعني ما بقدر في حال انه ضاف مثلا هلا هو لازم مفروض انه هو يضيف ثايمين، راح اضاف جواني، مش ممكن انه هو يصلحه لانه هو ما عنده هاي القدرة على انه يصلح الاخطاء اللي بيقوم فيها خلال عملية الريبليكيشن. هاي معنى انه it lacks this proofreading exonuclease activity. Number three, the annealing temperature, very important since the success and specificity of the PCR depends on it, because DNA hybridization is a temperature dependent process. معنى هذا الكلام انه الانيلينج تمبرتشر هي مهمه جدا. ليه؟ لانها هي اللي 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 شو اسمها، هي اللي بعتمد عليها انه يصير في عندي هناك عملية الانيلينج للبرايمرز او ارتباط البرايمرز بالدي ان اي. اوكي، very important since the success اللي هي نجاح and the specificity of the PCR depend on it. ليه انا بعتمد عليها او اللي هي انه نجاح PCR بعتمد على annealing temperature، لانه DNA hybridization is a temperature dependent process. يعني ممكن اني انا احط annealing temperature يعني احط annealing temperature على درجة خاطئة، تمام، بدل الدرجات احنا حكينا عنها احطها على درجة اقل او درجة اكبر، هذا رح يؤدي إلى إنه الدي إن إيه والدي إن إيه سينجل ستراندز اللي انفصلوا خلال عملية الدي ناتشوريشن هم اللي يرجعوا يرتبطوا مع بعض خلال عملية الأنيلينج، مش البرايمرز يرتبطوا في الدي إن إيه. فعملية نجاح كل البي سي آر بتعتمد إني أنا أختار أنيلينج تيمبريتشر ذات إز رايت أور بروبر أنيلينج تيمبريتشر، لأنه في حال استخدمت أنا رونج أنيلينج تيمبريتشر ممكن إنه الدي إن إيه ستراندز هم اللي رح يرتبط إنه هم يرتبطوا مع بعض، مش البرايمرز مع الدي ان اي. If any temperature is too high, pairing between primer and template DNA will not take place, then the PCR will fail. في حال كان annealing temperature عالية جدا عن المستوى اللي أنا بدي إياه أو الرينج المسموح فيه، ما رح يصير هناك ارتباط بين البرايمر وبين الدي ان اي، وبالتالي رح تفشل عملية البي سي آر. ولو كانت عندنا إياها ideal annealing temperature must be low enough to enable the hybridization between the primer and the template, but high enough to prevent the amplification of non-target sites. يعني إنه لازم أختار درجة حرارة تكون ideal للأنيلينج بحيث إنه تكون واطية بما فيه الكفاية إنه يصير عملية الارتباط بين البرايمر وبين التمبلت، ولكنها عالية بما فيه الكفاية عشان تمنع إنه يصير في عندي عملية amplification أو تضاعف ل non target sites أو non يعني مش السايتس اللي أنا بدي إنهم يصير لهم عملية amplification. Should be usually 1 or 2 Celsius or 5 Celsius lower than the melting temperature of the template primer duplex. هاي المعلومة يعرفوها، بس يعني هي للأمانة مش كتير مهم، حتى ما حكت بالريكورد، يعني ما حكت بالمحاضرة. طيب الملتينج تيمبريتشر، temperature at which two strands of the duplex dissociate. It can be determined experimentally or calculated from the formula Tm تساوي 4 ضرب G زائد C زائد 2 مضروبة في A زائد T. هاد حكي أنا سألت الدكتورة يوم شرحت المحاضرة، حكيت هذا ما بجيب لكم مشياء، بس ممكن أجيب لكم على شو هي الفورمولا اللي من خلالها بحسب الملتينج تيمبريتشر، بس اللي أجيب أرقام وهيك وتحسبوا لا ما رح تجيب هيك. اوكي، contamination control او اني انا اتحكم باللي هي التلوث او اي ملوثات ممكن انها تصير عندنا. The most dangerous contaminant is PCR a product from a previous reaction. يعني انا يكون واحد قبلي، فرضنا خلينا نحكي اسمه سمير، اوكي، اجي سمير دخل على اللاب اشتغل عمل PCR، ترك وراه products، ترك وراه مخلفات ما تخلص منها. اجي انا ادخل وراه على الغرفه بدون ما انظف وراه، ارجع اعمل PCR لشيء ثاني، لمكون ثاني، ل DNA strand الدي ان اي ستراند غير اللي هو اشتغل عليه، فبصير عملية contamination للبي سي ار تبعتي. فبالتالي انا كل شغلي هذا بعد ما اخلصه بمسكه بكبه في الزبالة، لانه ما رح اقدر اعمل فيه ولا اي شيء، تمام، لانه ايش contaminated، لانه خلص صار ملوث.
prevent exposure of pre-PCR reagents and materials to post-PCR contaminants. نفس الشيء إنه ما إني أمنع إنه يصير في عندي عملية exposing أو عملية التقاء بين مكونات PCR تبعتي وبين نتائج PCR تبعت عملية قبلي صارت. Most common cause is carelessness and bad technique. يعني غالبا بيكون السبب هو الإهمال والتكنيك اللي مش منيحة, إنه ما بيعرفوا إنهم كيف يستخدموا اللا وإلى آخره. Separate pre and post PCR facilities, يعني إنهم يفصلوا بين الأشياء أو مرحلة ال pre PCR وال post PCR, يكون كل واحد يصير في مكان. Dedicated pipettes and reagents, يعني ال pipettes وال reagents ممكن أنا أتخلص منهم ويكونوا معقمين, هذا جدا مهم. Change the gloves, أغير the gloves. Aerosol barrier pipette tapes. 10% bleach, acid baths, UV light, dilute extracted DNA. كل هدول اللي حكينا عنهم هم عبارة عن preventing measures in the lab in order to prevent the contamination of the يعني ال PCR components, the new PCR components. لأن أنا لسه ما عملت لهم PCR, لسه بدي أعمل عليهم PCR. Okay. PCR applications, clinical diagnosis for disease detection, DNA typing and mapping, cloning, comparative study of genomics, mutation analysis, detection of gene expression, site-directed mutagenesis, sequencing, and forensic medicine. In forensic testing, bioamplification of DNA from a dried blood spot or one hair follicle to track or to trace the accused person for the crime. زي حكيتكم بالفورنسيك ميديسن بروحوا على مشرح الجريمة بلاقوا قطرة دم, بلاقوا عينة لعاب صغيرة باخدوها عشان يقدروا انهم يدرسوها, لازم يعملوا عملية ايش امبليفيكيشن لها. اسرع طريقة هي عبارة عن البي سي ار لانها اسرع من عملية الكلونينج, نفس اللي حكينا. Infectious disease, detection of infection agents as a pathogenic bacteria and viruses. Cancer, detection of malignant diseases by PCR. Recurrence of hematological cancers can also has also been evaluated and detection of micro metastases in blood, lymph nodes and bone marrow. هذا يعني حفظ, يعني انه مثلا انا بستخدمه عشان الكانسر, عشان احدد اذا في عندي هناك كانسر ولا لا, عشان احدد اذا في عندي هناك infectious disease ولا لا, عشان احدد اذا في عندي هناك genetic disease ولا لا. Single point mutations can be detected by modified PCR technique. شو هي ligase chain reaction, LCR and PCR single strand conformational polymorphisms analysis, detection of variation and mutations in genes using primers containing sequences that were not completely complementary to the template. يعني بحدد إذا في عندي هناك mutation ولا ما في mutation عن طريق إني أنا بستخدم هناك primers. هل primer ارتبط ولا ما ارتبط؟ هاي بحدد من خلالها إذا في mutation ولا ما في mutation. فإذا بحدد إذا في cancer ولا لا, إذا في genetic disease ولا لا, إذا في infectious disease ولا لا باستخدام PCR. باستخدام طبعا عن طريق طرق مختلفة. Prenatal diagnosis, prenatal sexing often required in families with inherited sex-linked diseases. Prenatal diagnosis of diseases of many of the inborn errors of metabolism is possible by the DNA markers. يعني أنا بكون في عندي هناك جنين, أنا شاكي إنه هذا الجنين إذا هلا شوفوا أحيانا ممكن إنه إذا الجنين ذكر فمعناته مصاب بالمرض, إذا الجنين أنثى مش مصاب بالمرض, إذا الجنين أنثى معناته مصابة, إذا الجنين ذكر معناته مش مصاب إلى آخره. يعني عرفتوا كيف؟ يعني المرض هذا يكون مرتبط بالجنس, هل هو ذكر ولا أنثى. فهلا ممكن تكون مرأة حامل وهي بدها تقرر, هلا إذا كان عنده, إذا كان ولد وعنده المرض فأنا بدي أعمل إجهاض مثلا طبعا هو حرام بس أنا بحكي يعني كمثال. أوكي, فشو روحوا بيعملوا, باخذوا هناك عينة من الجنين, بعدين بيعملوا عملية PCR amplification عشان يقدروا إن هم ياخذوا الدي إن إيه ويشوف إذا في إذا الكروموزومز تبعته فيها إكس واي ولا فيها إكس إكس, هل هي أنثى ولا هي ذكر, بطلع. أوكي, of diseases of many of the inborn errors. Researchers, PCR is used in the research laboratories in the DNA cloning procedures, southern blotting, DNA sequencing, recombinant DNA technology, major role in the human genome project. هذا محذوف, هذا محذوف, محذوف, هذا محذوف. طيب PCR modifications, في عندنا nested PCR, sequence specific PCR, long range PCR, يعني اقرأوهم اعرفوهم. اوكي, بس اقرأوهم قراءة يعني. وهيك بنكون خلصنا تاني لاب عندنا بهاي بهاي المادة. هلا ان شاء الله رح نخلص اخر لاب وهيك بنكون خلصنا. يلا بسم الله, هلا ان شاء الله رح نخلص اخر لاب لمادة الموليكيولر, لا رح يكون للدكتورة هبة. هذا اللاب ان شاء الله ما رح ياخذ معنا وقت كتير, كتير سهل.
طيب رح نتحدث فيه عن restriction enzymes أو restriction endonucleases اسمهم. is a bacterial enzyme that cuts a double-stranded DNA into fragments after recognizing a specific nucleotide sequence known as recognition or restriction site and have evolved to provide a defense mechanism against invading viruses. شوفوا ال restriction endonuclease أو restriction enzyme هو عبارة عن specific enzyme. okay. specific enzyme that exists in the bacteria. يعني هو أساسه هذا الإنزيم من وين بياخدوه؟ بياخدوه من البكتيريا. شو بتستفيد من البكتيريا؟ هو عبارة عن defense mechanism أو آلية دفاع ضد الفيروسات. لما يجي فيروس بده يدخل داخل البكتيريا شو بتعمل؟ بتبعث عنا ال بتبعث اللي هي البكتيريا اللي هي restriction endonucleases أو restriction enzymes لعند المكان اللي بده يحقن فيه الفيروس الدي ان اي داخل البكتيريا عشان يروح يقطع هذا الدي ان اي عشان يمنع انه الدي ان اي هذا يصير له عملية translation والترانسكريبشن وما بعرف شو ويصير يتحكم بالخلية البكتيرية. تمام. فهو إذا بكتيريا إنزيم ذات كتس وظيفته إنه هو بيقطع الدبل ستراند الدي إن إيه إنتو فراغمنتس بيقطعها إلى شرائح أو إلى أجزاء بعد ما إنه يتعرف على مكان معين اسمه الريستريكشن سايت. ولازم تعرفوا إنه الريستريكشن سايت الريكوجنيشن سايت الريكوجنيشن سايت هو عبارة عن المكان اللي بيتعرف فيه الريستريكشن إنزيم على المكان اللي بده يقطع فيه. ممكن يكون المكان اللي بيتعرف فيه واللي بيقطع فيه نفس الشيء وممكن يكون المكان اللي بيتعرف فيه الانزيم الريستريكشن انزيم مختلف عن المكان اللي بده يقطع فيه. تمام. هاي المعلومه مهمه وهلا راح افهمكم اكثر شو معناها. فاذا هو بكتيريا انزيم ذات كاز دبل ستاندرد دي ان اي انتو فراجمنتس after recognizing specific nucleotide sequence known as recognition or restriction site. حكينا إنه a defense mechanism against invading viruses. Restriction enzymes are believed to be evolved by bacteria to resist viral attack. حكيناها. Restriction enzymes are also known as molecular scissors. إنهم بيشتغلوا زي المقصات. Okay. Restriction enzymes scan the DNA sequence. هاي شو هي الخطوات يعني اللي بيشتغل منها أو اللي بيشتغل فيها اللي هي restriction enzymes. أول إشي بيعملوا scanning للدي إن إيه sequence. بعدين بيلاقوا specific site عشان يعملوا cutting لدبل strand الدي إن إيه. بعدين بيعملوا هذا specific cut تبعهم. Okay. Restriction enzymes recognize and make a cut within a specific palindromic sequences known as restriction sites. In the DNA, this is usually a 4 or 6 base pair sequences. شو هما البلندروميك سيكونسز؟ هسا بحكي لكم. بلندروم. شو يعني كلمة بلندروم؟ خلينا ناخذها على يعني كأنها يعني as a word يعني. Okay. They are words that read the same forwards as backwards. يعني هانا. Okay. تنقرأ هانا لو مشينا هيك هانا. Level. Level. مادم مادم. اوكي نفس الشيء بتنقرأ من الجهتين سواء قرأتها من اليمين لليسار او من اليسار لليمين. نفس الشيء هذا السيكونس هو السيكونس اللي بتدور عليه اللي هي الريستريكشن انزيم عشان يعملوا فيه الكت. فالكت اوف ذا ريستريكشن انزيم هابنز وذين ا سبيسيفيك بلندروميك سيكونس. اوكي هاي ممكن تيجي سؤال في الامتحان هي بلندروميك سيكونس. Genetic palindromes are similar to verbal palindromes. A palindromic sequence in DNA is one in which the 5 prime to 3 prime base pair sequence is identical on both sides. يعني هاي في عندنا G A A T T C من ال 5 prime لل 3 prime. هلا من ال 5 prime لل 3 prime على الستراند المقابلة G A A T T C. Okay. فبالتالي هي بتنقرأ من 5 prime لل 3 prime on the first strand. Just the same as we read it from the 5 prime to the 3 prime on the يعني الستراند المقابل لها. اوكي فهاي هذا هو البلندروميك دي ان اي سيكونس اللي خلاله بتم عملية القطع باستخدام الريستريكشن انزيمز. رح نحكي على اللي هي سبيسيفيك types of restriction enzymes ومن وين جبناهم. اول شيء رح نبلش بالايكو ار 1. الاي بتيجي اللي هي من الجينس. اشوفوا هلا رح نمشي احنا جينس سبيشيز سترين اوردر ايزوليتد والريكوجنيشن سايت. طبعا الجينس هي يعني احنا من يعني العائله اللي بتنتمي إلها. اوكي العائله اللي بينتمي إلها ال هاي البكتيريا. السبيشي اللي هي من اي من يعني لسه بننزل للاسفل عشان شيء مور سبيسيفيك. السترين مور سبيسيفيك. اوردر اوف ايزوليشن لسه ايش ماله مور سبيسيفيك. اوكي فرح نبلش اول شيء بالايكو ار 1. الاي
بترمز ل اللي هي الإشيريشيا، هاي اللي هي الجينس. السبيشي هي من سي او اللي هي كولاي، السترين هي ار، والاوردر اوف ايزوليشن هي 1. اوكي، هلا هند 3 الجينس تبعها هي عباره بتيجي عندنا من الهيموفيلس، الهيموفيلس سوري، والسبيشي تبعتها هاي الاتش. اوكي، والاي ان بتيجي من الانفلونزا، والسترين دي، والاوردر اوف ايزوليشن 3. بام اتش اي بتيجي عندنا من البيسلس، هاي اللي هي الجينس، هاي بالنسبه لحرف البي. والامايلو هي السبيشي، والاتش هي السترين، وفاينلي رقم واحد هو عباره عن الاوردر اوف ايزوليشن. هدول بتحفظوهم. هلا الريكوجنيشن سايت مش مطالبين فيه، احنا ما كنا مطالبين فيه وقت ما احنا اخذنا اللاب، فانا بتخيل لسه مش مطالبين فيه، بس يعني انتوا اعرفوا. اوكي، يعني جست ان كيس ما بتعرف شو بصير يعني اعرفوا. How restriction in the nucleases work? Restriction enzymes recognize a specific sequence of a nucleotide and produce a double-stranded cut in the DNA. These cuts are of two types. طيب يعني بتعمل recognizing بعدين بتعمل اللي هو الكت تبع هاي الانز. هلا بعد ما يصيروا كتس، الكت رح يؤدي الى انه ينتج عنا نهايات لمحل القطع، رح تصير النهايات of two types، يا اما رح تكون على شكل blunt ends او رح تكون على شكل ايش؟ sticky end. هلا blunt ends زي ما انتم شايفين انا بقطع بشكل مستقيم، هاي الفيرست ستراند وهي الفيرست ستراند، انا قطعت هيك بشكل مستقيم. الستيكي اند ما بقطع بشكل مستقيم، بقطع من مكان معين من الفيرست ستراند وبقطع من مكان معين من السكند ستراند، فبتكون في عندنا هون sticky end وهون sticky end. اوكي، Hey 3 is a restriction enzyme that researches the DNA molecule until it finds this sequence of four nitrogen bases اللي هم ال GGCC. أول يعني هو عبارة عن restriction enzyme بضل يعمل searching لداخل ال DNA molecule قبل ما يلاقي هذا specific sequence اللي هو ال GGCC. أوكي، هلا بعد ما يلاقيه was found هي 3 would go to work cutting or cleaving the DNA. وزي ما انتم شايفين هاي ايش؟ blunt end مش sticky end، لان هيك جاي مستقيمه، بتقطع من نفس المكان او من مكانين متقابلين على ال two strands of the DNA. These cuts produce what science call blunt ends. Okay, blunt ends and sticky ends. Remember how هي produced a blunt end? EcoR1 for instance makes a staggered cut producing a sticky end. يعني ال echo R1 بتعمل staggered cut أو بتعمل cut يعني غير متساوي من الجهتين أو من مش من نفس المكان بالنسبة للي هي two strands. أوكي، producing إشي بسميه اللي هما ال sticky end. زي ما أنتوا شايفين هاي في عنا هون دا تقطع بين اللي هي ال G وال A على ال first strand، ورح تقطع بين اللي هي ال A وال G على ال second strand. من كل strand قطعت من مكان معين أدى ذلك إلى أنه تكون عنا هناك إيش اللي هي ال sticky end. أوكي، فا echo R1 for instance makes a staggered cut and produces a sticky end. هاي البلونت اند وهاي الستيكي اند كمان مره. Some more examples of restriction sites of restriction enzymes with their cut sites. زي ما انتم شايفين هون اللي هي الهند 3 ستيكي اند، البام اتش 1 بتعمل عندنا ستيكي اند، ال اي ال يو 1 بتعمل عندنا ايش؟ لا هاي بتعمل عندنا blunt end. اوكي، بتعمل عندنا blunt end ال ALU1، لانه زي ما تشايفين هون في عندنا 4 bases 4 bases قطعوا في مكان مقابل، هاي المفروض يعني تكون لسه يعني تكون واضحه اكثر، بس يعني على كل حال هاي blunt end. فممكن يجي سؤال في الامتحان انه مثلا البام H1 produces a sticky end blunt end both none of the above، فاحنا بنحط ايش اللي هي sticky end. Most restriction enzymes make staggered cuts، يعني most of them they make sticky ends. Staggered cuts produce single-stranded أو اللي هم زي ما تشايفين الستيكي إنز. أوكي، تقطع من مكان معين من هون، تقطع من مكان معين من هذا المكان، بدل إنه بتكون عندنا هناك إيش اللي هي الستيكي إنز. Sticky ends are useful. DNA fragments with complementary sticky ends can be combined to create new molecules, which allows the creation of and manipulation of DNA sequences from different sources. معنى هذا الكلام إنه ال DNA fragments اللي بيكون عندهم sticky ends are complementary for each other. يعني مثلا أنا في عندي هون اللي هو a specific DNA strand، أوكي، قطعته with a specific restriction enzyme أدى لأنه تكون عندي هناك sticky ends. حلو، sticky ends أدوا إلى أنه كونوا لي two strands two fragments of DNA A و B. ماشي، فرضا إجا في عندي هناك a fragment of DNA اسمه C،
هذا سي كان الستيكي اند تبعه السيكونس تبع الستيكي اند تبعه is complementary to the sticky end sequence of A of the DNA fragment رقم A. فبالتالي ممكن اني انا اربطهم ببعض. اوكي فرح يتكون في عندي انا هناك نيو دي ان اي موليكيول which is different من اللي هي الدي ان اي موليكيول اللي انا بلشت فيه اللي اعطاني اي وبي. تمام فهلا انا كونت دي ان اي موليكيول جديد باستخدام اي وسي. فهون بحكي انه بسمح لي الستيكي اندز اني انا اعمل تكوين او تلاعب بالدي ان اي سيكونسز فروم ديفرنت سورسز واكون في عندي هناك نيو دي ان اي موليكيولز. اوكي هلا رح نحكي على شيء بسميه ايزوسكايزومرز ونيوسكايزومرز ريستريكشن انزيمز ذات هاف ذا سيم ريكوجنيشن سيكونسز اس ويل اس ذا سيم كليفج سايت ار ايزوسكايزومرز ريستريكشن انزيمز ذات هاف ذا سيم ريكوجنيشن سيكونسز بات كليف ذا دي ان اي ات ديفرنت سايت وذين ذا سيكونس ار نيوسكايزومرز. مثال عليه اللي هي الاس ام اي 1 اند اكس ام اي 1. شوفوا الاكس ام اي 1 زي ما انتم شايفين الريكوجنيشن سايت تبعها او الريكوجنيشن سيكونس تبعها هو عباره عن سي 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 جي جي جي. اوكي الكليفج سايت تبعها هي محطوطه غلط على فكره. هي المفروض انه مثلا تقطع هون وتقطع. المهم المكان القطع رح يؤدي لانه يتكون عندي هناك ايش اللي هي ستيكي اندز. بينما الاس ام اي 1 نفس الريكوجنيشن سايت اللي هو الاس اس سي 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 جي 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 ولكن الكت سايت اوكي او اللي هو الريستريكشن سايت مختلف عن الاكس ام اي 1 بحيث انه الريستريكشن سايت صار بين الجي والسي هون وبين السي والجي هون وتكون في عندي البلانت اندز. فبالتالي الاكس ام اي 1 والاس ام اي 1 ار نيو سكايزومرز بيكوز ذي هاف ذا سيم ريكوجنيشن سيكونس بت ذي هاف ديفرنت ريستريكشن سيكونسز. اوكي هلا لو كانوا الاثنين بيقطعوا وريكوجنايز ذا دي ان اي ات ذا سيم سيكونس وبيقطعوا من نفس المكان وبيكونوا نفس نوع الاندز هذول بسميهم ايزوسكايزومرز لكن في هاي الحالة أنا بسميه إيش نيو سكايزومرز. restriction enzymes أنا بقسمهم لأنواع. okay restriction endonucleases are categorized into three general groups type 1 type 2 type 3. These types are categorized based on their composition, enzyme cofactor requirement, the nature of their target sequence, position of their DNA cleavage site relative to the target sequence. Okay, شو معنى هذا الكلام؟ رح نحكي لما نحكي عن كل type لوحده. Type 1 multi subunit. Both endonuclease and methylase activities cleave at random up to 1000 base pair from the recognition sequence. Type 2 mostly single subunit cleave DNA within the recognition sequence. Type 3 multi-subunit endonuclease and methylase about 25 base pair from the recognition sequence. تخيل الأمور واضحة. Type 1 capable of both restriction and modification activities زي ما حكينا اللي هي الميثايليشن. The cofactors is adenosyl methionine or ADO-MET, ATP and MG plus are required for their full activity, contain two restriction subunits, two methylation subunits and one specificity subunit. Cleave DNA at random length from the recognition sites. Type 2, these are the most commonly available and used restriction enzymes. طبعا انا الاشي اللي ما بشرحه هيك لانه بكون كتير واضح من الكلام يعني تمام؟ they are composed of only one subunit. The recognition sites are usually undivided and palindromic and from 4 to 5 to 8 nucleotides in length. They recognize and cleave the DNA at the same site. They do not use ATP for their activity and they usually require only MG2 plus as a cofactor. Type 3, they cut the DNA about 20 to 30 base pairs after the recognition site. These enzymes contain more than one subunit and require S-adenosyl methionine and ATP cofactors for their roles in the DNA methylation and restriction. Type 4, cleave only normal and modified DNA, methylated, hydroxymethylated, and a glycosyl hydroxymethylated bases. Okay? Recognition sequences have not been well defined. Cleavage takes place around 30 base pair away from one of the sites. هون يعني بحكي إنه nature of the enzyme هاي type 1 REENZ
هون تايب 2 ار اي ريستريكشن انزيمز، هون تايب 3 ار اي ان زي اللي هي اختصار للريستريكشن انزيم. هاي الـ 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 هاي يعني هي تلخيص اللي حكيت انا قبل شوي. اوكي، هاي تايب 1 ريستريكشن انزيمز، شو النيتشر اوف ذا انزيم، شو البروتين ستراكشر تبعته، شو ريستريكشن ريكويرمنت الكليفج سايت، اند ان اكزامبل عليه. طبعا الاكزامبل هذا بتحفظوه لانه اجى منه سؤال الامتحان تبع الفاينل المره الماضيه. اوكي، applications of restriction enzymes, they are used in gene cloning and protein expression experiments. زي ما حكينا لما نيجي نقطع البلازمت عشان ندخل عليه gene of interest عشان نعمل عملية cloning, لازم أول شيء نستخدم أو في البداية اللي هي restriction enzyme عشان نتم عملية القطع في البداية. Okay, restriction enzymes are used in biotechnology to cut DNA into smaller strands in order to study fragment length differences among individuals, restriction fragment length polymorphism. Each of these methods depends on the use of agarose gel electrophoresis for the separation of the DNA fragments. تخيل يعني لحد هون المواضيع جدا واضحة. هاي الأجروز جل يعني هذا الإلكتروفوريسس، مش بحاجة إنه إحنا يعني شو اسمها اللي نشرح عنه كتير، بس إنه إحنا بنعرف إنه بنحط إحنا عنا ال DNA fragments بالنيجاتيف بارت. أوكي، بعدين بنشغل الإلكتريكال كارنت، بنشغل التيار الكهربائي، وبتبلش ال DNA fragments تعمل migration من النيجاتيف بول all the way to the positive one. أوكي، to the positive electrode. DNA fragments according to size. يعني الأجروز جل بفصل DNA according to size. أكيد smaller fragments they move further and faster than the large fragments. What is RFLP? هذا شرحته أيضا في genetic testing في الدكتورة إيمان. Is a difference in homologous DNA sequences that can be detected by the presence of fragments of different lengths after digestion of the DNA samples. هاي إذا بدك تفهموا أكثر شو يعني اللي هي restriction fragment length polymorphism، ارجعوا للسلايد تبع الدكتورة إيمان وقرأوه من هناك. أوكي، لانه شرحه بهدول اربع اسطر مش كافي ومش وافي، انا راح اضطر اني ارجع اعيده من الاول وانا اوريدي شرحته. فبتمنى انكم ترجعوا لسلايد دكتوره ايمان اللي هو جينيتك تيستينج، موجود باللي هو ريستريكشن فراجمنت لينك بوليمورفيزم، شو هي الاليه اللي بتشتغل عليها. ولكن الفكره هو بيعتمد على انه بيكون في عندي انا هناك ميوتيشن بالدي ان اي، هذا الميوتيشن يا اما راح يعمل ديليشن او انسرشن اوف ا نيو سبيسيفيك ريستريكشن سايت، راح يؤدي الى انه الدي ان اي فراجمنتس اللي راح تتكون عندي they have different lengths than the normal length or than the expected length. اوكي، method of DNA analysis by the RFLP. The method of analysis involves the following steps. The first step, fragmentation of a sample of DNA, is done by restriction enzymes, which can recognize and cut DNA wherever a specific short sequence occurs in a process known as restriction digest. يعني بنجيب DNA fragments بنحط معهم restriction enzymes وبعمل عملية إيش restriction digestion، بحيث إنه بخليه يصير عملية القطع من إنه كل إنزيم إذا لقى إله مكان قطع محدد يروح يقطع فيه. أوكي، the second step, the resulting DNA fragments are then separated by length through a process known as agarose gel electrophoresis. Then they are transferred to a membrane via the southern blot procedure. Southern blot كمان انشرحت بال genetic testing. Hybridization of the membrane to a labeled DNA probe will be done and then determines the length of the fragment which are complementary to the probe. Then we will observe the fragments of different lengths. وهيك بنكون خلصنا اللي هي اللابات تبعون الموليكولر. الحمد لله على السلامة. خلصنا اللابات وخلصنا المحاضرات، امتحانكم ان شاء الله رح يكون ان شاء الله يوم الاثنين. الله يوفقكم ان شاء الله يا رب ويفتح وجهكم ويعطيكم اكثر من تعبكم. اي سؤال اي استفسار بتقدروا تسالوني على المسجر او تشوفوني بالجامعة، ان شاء الله ما بنقصر معاكم يعني. وبس، يعطيكم العافية.